بارك الله درنا إشارة انطلاق وتشغيل الكهرباء لمنطقة كركار، شملت قريب 450 عائلة أي بمجموع واحد 3800 فرد، والغاز ل 130 مسكن عائلة اللي شملت أكثر من 2500 شخص بتكلفة إجمالية يعني تفوت 7 مليار سنتيم. وهي عملية توسعة لأن ولاية برج بوعريرج من الولايات الرائدة في مجال الكهرباء والغاز، في حيث أن شبكة النقل 100% على مستوى ولاية برج بوعريرج. الغاز أنا على كل حال عانينا عام ولا عامين بلات الغاز بلا تريسيتي، ودرك الحمد لله جات الغاز جات تريسيتي والحمد لله ما شاء الله وجزاكم الله خير الحمد لله.